إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. الكلمة دمار أو عمار، الكلمة قد تدمر وقد تعمر، الكلمة تفرق وتجمع، الكلمة تضع وترفع، الكلمة قد تكون سبباً في إشعال نار الفتن، وقد تكون الكلمة سبباً في زرع السلم والأمن والأمان. فالكلمة إذن أمانة. الكلمة تدمر، وصور الدمار لا نحصيها عدداً. ومن أمثلة صور الدمار لغو الكلام، اللغو، الكلام الذي يفرق، يشتت، يزرع الفتن، لا تقوم عليه أعمال، لا ثمرة له، كلام ضار مفسد. لذلك ربنا قال في سورة المؤمنون في الآية الثالثة: والذين هم عن اللغو معرضون. التنابز بالألقاب صور من صور الدمار، خاصة في هذا الوقت الذي نعيشه في زمن الإنترنت، في زمن وسائل التواصل الاجتماعي التي لا نحصيها عددا. هذه التكنولوجيا، هذا علم، ولكن كما تعلمون سادتي، العلم إذا اتصل بالله عمر، وإذا انفصل عن الله دمر. لذلك ربنا قال لنا وقال نبيه صلى الله عليه وسلم ومن خلاله لنا جميعا: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. فإذا اتصلت القراءة بالله بالإيمان عمرت وأسعدت. أما إذا انفصلت القراءة وانفصل العلم عن الله وعن الإيمان دمر وخرب. اقرأ باسم ربك. ربنا يقول في سورة الحجرات التي تسمى بسورة الأخلاق الآية 11: ولا تنابزوا بالألقاب. هو التنابز بالألقاب والشتم والسباب بجميع الألوان وبجميع اللغات صار فناً. ومن صور الدمار أيضاً الغيبة، هذه هي فاكهة المجالس، الغيبة والنميمة والبهتان. وربنا يقول في سورة الأخلاق في سورة الحجرات الآية 12: ولا يغتب بعضكم بعضاً. إذن صور الدمار للكلمة لا نحصيها. النميمة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي خرجه الإمامان البخاري ومسلم:
لا يدخل الجنة نمام الذي يمشي بالنميمة. النميمة كم خربت من بيوت، كم أحدثت من حالات الطلاق، كم شردت من الأولاد، ودمرت القيم، ومزقت العلاقات، ومزقت الجماعات بسبب النميمة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية أخرى: لا يدخل الجنة قتات. هذه بعض صور دمار الكلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. الكلمة عمار، هذا هو الوجه المشرق للكلمة، للقول الذي يبني ولا يهدم، الذي يجمع ولا يشتت، الذي يرفع ولا يضع. الكلمة، لذلك قال ربنا لنا جميعا في سورة البقرة الآية 83: وقولوا للناس حسنا بلا استثناء. فالكلمة الطيبة تتمدد في المجتمع، في الأسرة، في القرى، في المدن. الكلمة عابرة للقارات، وقد تكون الكلمة سبباً للسلم والأمن والأمان، وقد تكون الكلمة أيضاً سبباً للفتن وللحروب. وقولوا للناس حسنا. وفي سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27، ربنا يحدثنا عن الكلمتين، عن الكلمة الطيبة وعن الكلمة الخبيثة. هكذا سماها القرآن. الآية 24: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إلى أن يقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.